أولاد العملية هتبتدي النهاردة. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليومي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل، بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة.
ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة بتحرق أي حد تلمسه. فظيعة. أيوة أنا جبيه، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا أديت لزاز سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو إحنا إزاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهامي هشيل الباقي. التهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم، أكنه مش شايل حاجة. إحنا هنخش البنك ده إمتى يا باشا؟ وإزاي أصلاً هنخشه بعد كل إجراءات الأمن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ إمتى؟ بكرة بالليل. عشان بيبقى السبت، تل أبيب بتبقى فاضية. إزاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى إداري وسكني. الأدوار الأولانية بتبقى مكاتب وإدارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في شقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي احنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وانت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحية التانية هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لما اقصى يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعت البنك. الشفره بتاعت الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي. طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في آخر الشارع، هو لسه تحت الإنشاء. هنرمي فيه قنبلة هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبلة دي معمولة من مواد بسيطة جدا. طبعا إحنا مش هنقدر ناخد القنبلة دي معانا، إنما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في أقل من 10 دقايق. مش كده يا شيخ حسن؟ وفي أقل من كده إن شاء الله يا باشا. الأمن والبوليس طبعا هيجروا ناحية انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره، طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده. هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك، في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيره الله. أمال حضرتك قلت لي ليه لازم أتكلم عبري كويس؟ عشان أنت هتكون ماشي في الشارع، أي حد يسألك سؤال كده يكلمك كلمة كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقة والثبات، عشان ما يشكش إنك أنت مش من أهل البلد. فهمت يا إبراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس آخر سؤال. دلوقتي إحنا بعد ما هنعدي من سطوح العمارة لسطوح البنك اللي المسافة بينهم 8 متر، وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبة، ونعدي من الطرقة اللي مليانة ليزر بيموت، ونخش من باب الخزنة الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسة مشددة في أم الليلة السودة دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع إبراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا إن شاء الله. إحنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا.